불발로 내 하프씨 한번만 막하죠 제가 봤어 나는 봤어 나는 주스피스 한번 주세요 그리고 عايزين يكونوا عامة تقدير امتياز جدا في كلية التربية برضه. بطل دوريات العاب قوى لعيبة منتخب مصر القومي في العاب قوى دفع كل ورا ماشي مين الجهة اللي قدمتك للترشح على مقعد الدولة التربية الخاصة؟ وزارة الشباب والرياضة في التفريش. طب حضرتك ايه القوانين اللي انت نفسك تتغير في البرلمان المقبل بالنسبه لذوي الاعاقه؟ نفسي القانون 5% يزيد لان احنا دلوقتي في مصر في تقريبا 13 مليون معاق. الاحصائيه يعني ما بين ممكن يزيد بس ما تقلش عن 13 مليون معاق. فنسبه ال 5% دي مش كافيه جدا للمعاقين واساسا هي مش مفعله. حتى لو فعلت تفعل بايه؟ نسبه ضئيله جدا. فانا اهم تبقى قضيه عندي ان شاء الله البرلمان هي زياده نسبه 5% توفير الرعايه الصحيه للمعاقين لان في ناس معاقين مش متعلمين فما بيشتغلوش ما لهمش تامين صحي فلازم يبقى في قانون خاص بالمعاقين بتامين الصحه والرعايه الصحيه توفير الاجهزه التعويضيه للمعاقين لان حتى الاجهزه اللي بتستخدم اجهزه رديئه جدا 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 كراسي رديئه اجهزه تعويضيه لبس في الرجل رديئه سماعات رديئه عايزين يبقى في بروتوكول مخصص مع وزاره الصحه ان الاجهزه دي يا تصنع في مصانع خاصه هنا في القاهره على اعلى جوده يا تستورد من اماكن مختلفه لان اهم حاجه بالنسبه للمعاق تخيلي لو معاق لابس جهاز حديد مش مرتاح فيه هيتحرك ازاي وبرضه اهم قضيه برضه ان شاء الله ناقشه توفير سكن ليهم لان هم زيهم زي اي حد في الشعب محتاج شغل ووظيفه وسكن ومحتاجين يبتدوا يعملوا اسر ويبتدوا يعملوا طب في ملفات تانية ممكن تفتحيها ولا انت بس هتمثلي المعاقين فقط؟ لا لا انا ان شاء الله بالنسبه لكفر الشيخ المجتمع بس هو انا نازله على مقعد زي الفئات الخاصه بس ان شاء الله امثل المراه وامثل الشباب كل الفئات ان شاء الله طب طيب